تعليق على الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في شؤون العسكرية والسياسية الأستاذ قصي المعتصم. أهلا بكم أستاذ قصي إلى هذه الجولة الإخبارية. رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في العراق ماركوس ريتر أكد أن أمام العراق مهمة كبيرة في إعادة هيكلة الجهاز الأمني وتقليص عدده أيضا. كيف ترى الأصوات المطالبة فعلا بإعادة هيكلة الجهاز الأمني في العراق؟ أستاذ قصي تسمعني؟ تحياتي لك والجمهور قناة الرافدين الأفاضل. أهلا بك. هذه المناشدات التي تحصل نتيجة الضغوط منظمات حقوق الإنسان بالعالم التي وثقت آلاف الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من الحكومة، وبالتالي أصبحت بقرار من الحكومة جزء من المنظومة الأمنية التي تسير الأمور كما تريد. والكل يعلم أن هذه الميليشيات أساسها وما افتعلته في العراق هو كله مرتبط بإيران، وهي يد إيران الضاربة في العراق. وبالتالي نرى أن حتى عددهم غير معروف، بحيث أن هناك مشاكل من رئيس وزراء في ما يخص رواتبهم. هذا الأمر أيضا ينعكس على الحالة الأمنية للعراق ككل، حيث أن الجيش وميليشيات هذه مرتبطة بفئة معينة أو مكون معين واحد من العراقيين، وبالتالي كل المكونات الأخرى محرومة من المساهمة في الدفاع عن العراق أو الانتماء لهذه القوى الأمنية أو تشكيل قوات تدافع عن مناطقها، مثل ما حصل في المناطق اللي يحتلها داعش اللي هي الموصل ورمادي وفلوجة وصلاح الدين، لأنه لم يكن هناك من أهلها أحد يدافع عنها، وكان وما زال لحد الآن يمنع على المكون السني أن يمتلك السلاح في بيته أو يشكل قوة عسكرية الدفاع عن مناطقه. ولذلك هذا الأمر العالم كله يعني يعلم هذه الحقيقة، ولكن المشكلة أنه لا يستطيع أن يتعاطى مع الحكومة بهذا الملف، وإعلام فقط أنه هذا خاطئ ولا بد من التغيير، ولا يمكن أن يتغير أبدا إلا بتغيير هذه الحكومة بحد ذاتها. هناك من يرى بأن الأجهزة الأمنية في العراق هي مؤسسة على نحو شبه عسكري، برأيك هل من الممكن أن تعمل بهذا الشكل بعد ما أعلن من الحكومة في العراق بانتهاء الحرب على الإرهاب وعلى تنظيم الدولة؟ لو لاحظنا نحن بالنسبة للميليشيات هي موجودة منذ عام 2003، وأكثر جرائم ارتكبت ضد حق العراقيين بعد 2006 لما حصل في سامراء، وقتل مئات الألوف وهجر مئات الملايين خارج العراق وخارج مناطق معينة داخل بغداد وغيرها. هذه الميليشيات نفس الذي تم تشريع وجودها في 2014 بفتوى من السيستاني، بحيث دمجت إليها يعني أعداد جديدة لكي تصبح باسم الحشد الشعبي. اليوم انتهى موضوع داعش، المفروض أن انتهاء الفتوى وعودة هذه التشكيلات المسلحة إلى الخط المدني أو دمجها مع الجيش بالنسبة للذين لم يرتكبوا الجرائم. ولكن توثيق جرائم بعدد هائل جدا في المنظمة الدولية يمنع حتى من أن تكون هذه القوات مرتبطة مع قوات الجيش الأساسية الذين هم أيضا لهم عناصر كثيرة مرتبطة بأجندات خارجية. ولو نعلم الكل يعلم أن مثلا الشرطة العراقية أو وزارة الداخلية مرتبطة بقوات بدر وهي من تسيطر عليها، وهكذا الكثير من الكتل، كل كتلة موجودة في العراق الآن دينية مرتبطة بإيران ولديها فرق عسكرية بالكامل ترتبط معها. أيضا هيكلية الأمنية في العراق هي ليست بيد الدولة بشكل صحيح. نعم، هناك ما هي الأضرار التي يمكن أن تخلفها إعادة هيكلة الجهاز الأمني وما سيتبعه من تسريح أعداد كبيرة من هذا الجهاز في ظل جرائم ترتكب الآن وقبل إعادة الهيكلة؟ اولا هو هذا الموضوع لن يكون تماما، لن تكون هناك هيكله اطلاقا، لا يمكن لاي حكومه ان تقوم بهيكله، لان المسلحين الان هم من يسيطرون على الدوله، خاصه والانتخابات قريبه، ويأملون ان تأمل هذه الميليشيات الاجراميه ان يكون لها ممثل البرلمان، لا بل بعض يرشح هادي العامري هو زعيم ميليشيا بدر ان يكون رئيس الوزراء. وبالتالي هذا النظام الذي اعتمد في العراق في الميليشيات هو شبيه بحرس الثوري الايراني، اي ان هذه الميليشيات هي
الحرس الثوري العراقي المرتبط بإيران، وبالتالي لا يمكن لأي كان، ورغم من خلال تجارب عديدة وحاول العبادي مواجهة الحشد عدة مرات وبالتالي تراجع حتى وصل الأمر به أن يتحالف معه في الانتخابات قبل شهر ومن ثم ينقلبون عليه. هذا الموضوع الآن أكبر من العبادي وأكبر من العراقيين جميعا، لابد من أن يكون هناك ترتيب دولي للقضاء على هذه الميليشيات وإنهاء وجودها المسلح الذي يهدد كل المواطنين، وبآخر آخر الأخبار الآن يهددون أهالي الموصل بالتهجير إن لم ينتخبوا قوائم الحشد الشعبي. القضية أصبحت معقدة، والدولة شرعت هذه الميليشيات الإجرامية ومنحتها قانون وحصانة أمنية بالرغم من أنها عصابات لم تؤدي شيء للبلد سوى الدمار والقتل. نعم الأستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف في لندن، شكرا جزيلا لك.